أحييكم من أم الدنيا ومعاكم مروة لاشين، ويلا بينا مع بعض نطبخ أحلى سكوئي بلدي بالصلصة. Hello guys and greetings from Egypt. This is مروة لاشين and we're cooking sausages today. So let's do it. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى نار متوسطة هننزل بأربع معالق من زيت الذرة، وبمجرد ما الزيت يسخن هنعمل خطوتين في خطوة. وإحنا بنضيف السجق على الزيت، هنقص على قد ما نقدر السجق من بعضه، واستنى شوية لحد ما السجق يتشمع ويمسك نفسه، وأبتدي أقلبه بظهر المعلقة بس على بسيط بالطريقة دي، وأسيبه لحد ما ينزل ميته. وإن جيتوا للحق، المرقة دي أو الصوص ده هو اللي يستحق دور البطولة الحقيقي، مش السجق. تقريبا عليه الشغل كله، هيسوي السجق وهيدينا الطعامة واللذاذة. وهنقول للسجق بعد إذنك 5 دقايق عشان لازم نعمل خطوة مهمة بالصوص. دور البطولة كبير ولو حيثية، فعلشان كده هنحبشه شوية. هنضيف معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقتين صغار من الكزبرة الجافة، ومعلقة صغيرة من البابريكا. السجق ده علشان عارفاه كويس وعملته قبل كده، ما كانش محتاج ملح، لكن لو احتاج بنضيف معلقة صغيرة بس، لأنه أصلا بيجي مبهر. ونقلب الصوص بالتوابل وندوب التكتلات اللي عملتها التوابل كويس قوي، وننزل بخمسة طماطم متقطعة بالطريقة دي. وأيضا ننزل براس توم كاملة مفرية أو متقطعة على صغير قوي، ويقلب. وأقلب لحد ما الصوص يتقل معايا شوية والطماطم تاخد الشكل ده، يعني الموضوع ما بياخدش أكتر من 2 دقايق. وانزل تاني بالسجق، ولا تزعل يا عم. وأقلبه وأشربه كويس قوي مع الصوص، وأسيبهم يتفاهموا مع بعض 5 دقايق كده، وأقص الاتنسة ده، وأضيف معلقة من الصلصة. يلا نقلب الكلام ده كله تاني، وهنضيف الفلفل الرومي بتاعنا. يا جمال الالوان، 3 فلفل رومي اخضر، 1 اصفر وواحد احمر، قطعتهم جوليان وقطفتهم على السجق. وعلشان نحافظ على الالوان الجميلة دي وعلى القرشة بتاعت الفلفل الرومي، هنخلي الفلفل الرومي لمدة 2 دقايق بس على النار، واتأكد ان الكل يتشرب من بعضه، واقفل النار وبس. خطوة اختيارية ان انا اقطع بصلتين واشوحهم بشوية زيت، وابدا مش هحطهم على السجق، بيكونوا برا. بالطريقة دي البصل مش بيسقط التسكيرة بتاعته الطبيعية، وباستمرارية بقلبه لحد ما يعرق ويصفر شوية وبيبقى شفاف. مش عايزة اقول لكم على الطعامة، لو اتضاف على سندويتش فينو الاول عليه السجق، او يضاف مع السجق على رز ابيض مصري، يا نهار ابيض بجد. في الوصفة دي مش بخلي السجق يشرب كل الصوص، بسيب شوية لاني هقدمه مع رز ابيض مصري علشان ينزل الصوص عليه، وتجربوا واسيبكوا انتوا تحكموا. ودي طريقة عرضي للوصفة بتاعت اليوم، يا رب تعجبكم. أترككم في رعاية الله، وإلى اللقاء.